اهلا بكم من جديد، ما زلنا مستمرين معاكم في حلقتنا لليوم. وصلنا معاكم لفقره كذا راي. اليوم حنتكلم عن حاجه مهمه شديد، حنتكلم عن الزي السوداني وكيف ان احنا نقدر نضيف عليه اي اضافات عشان ما يحقق العالميه. هيكون معانا الفيرو ميري. صباحك نور. صباح الفل، كيفك؟ صباح السعاده يا رب. الله يخليك، منورانا اليوم ومنوره بوجودكم. الله يخليك يا رب. بدايه عايزينك تكلمينا عن بدايات مجالك اللي هو الازياء، يعني من وين جاء فكرته، تفاصيله. أوكي. أنا أساساً بحب أرسم وبحب الألوان جداً. وزمان أنا وصغيرة عشان ما أعمل إزعاج في البيت كانوا في العرايس المعمولة بالكرتون، فماما كان بتجيبه وبتجيب معاه كراس، الكراس بتقصي وبتلوني على حسب ما أنت عايزة. فبقيت حاسة إنه أنا عايزة أقصقص في القماش، فكانوا بيدوني القماش أقص فيه وبواقي القماش. فابتديت أعمل حاجات هدوم للعرايس منه يعني، فمن هنا ابتدت الفكرة يعني. نقدر نقول هو حاجة من الطفولة بدأت معك. أي والعائلة هي اللي نمتها وقدرت تقدر تطلع حاجة. أكيد أي العائلة طبعا، لأنه أنا أصغر طفل يعني، أصغر حاجة عندهم في البيت يعني. كل الناس في البيت كبار، فالمدرسات كانوا بيعلموني لغات وال بيشتغلوا الحاجات اليدوية لغاية الطوب والبنى، ده أنا كنت يعني بساعد فيه في البيت، بغير لاستيك العربية. حلو، متكاملة. طب احنا عارفين انه الفيرا ميري هي زولة متكاملة شديد، انسانة مبدعة، فنانة في كم حاجة، خبيرة بتاعة تجميل، مصممة بتاعة ازياء، ويمكن حاجات مختلفة شديد. انت مسكت الجانب بتاع تصميم الازياء علشان ما تحقق به الثقافة السودانية وتقدر تطلع بها نحو العالمية، عملت شنو؟ طبعاً برا السودان أولاً الكمال لله، ما في زول كامل في الدنيا، وإحنا ما زلنا بنتعلم يعني لغاية هذه اللحظة يعني من تجارب الآخرين ومن النظرة العامة الزول بيتعلم. أما بالنسبة للعالمية في مجال الأزياء برا السودان، أنا ما عملت عروض بتاعة أزياء، لكن كان عندي مشاركات ضمن فعاليات كانت بتتركز على تصفيف الشعر أكتر. فكانوا بيسمحوا لنا إحنا كمتدربين في قسم الأزياء إنه إحنا نعرض تصاميمنا على المودلز. فيمكن أنا قبل ما أخش الأكاديمية العالمية في مدريد وأخذ شهادتي منها، كانت تجربتي في إنه أنا عملت 3 فساتين بتاعت سهرة، وشاركت في العرض بتاع الشركة اللي أنا يعني كنت في الأكاديمية بتاعتها متدربة، وكنت بدرس أستاذ مساعد أكاديمية ويلا العالمية في ألمانيا. ففي الفترة دي قاموا سمحوا لنا إن إحنا أثناء الصبغات الجديدة إن إحنا نعرض 3 ديزاينز. فصدف إنه المدير بتاع الأكاديمية بتاعة أسبانيا سينيور خوسيه كان موجود وشاف الأزياء بتاعتي، فقال إنه ده تصميم غريب يعني خارج عن المألوف والتقليدية، والشغل على النوع ده من القماش صعب يعني. فسأل، فمشيت قابلته. الامتحان بتاعي كان مدته 24 ساعة، كنت بفتكر عليه انه انا بعديها حيتم قبولي في الأكاديمية، لكن الحصل بعد 24 ساعة ادوني الشهادة بتاعتي. يا سلام يا سلام، اتخرجت في 24 ساعة بس، الحمد لله. طيب احنا من الاسم ممكن عرفنا انك انت اغريقية. انا ما اغريقية، انا من الاقباط المولودين في السودان. فعشان كنت لسه عايزة اسألك انه خلاكي تمشي على الثقافة السودانية شنو؟ يعني انت حاجة زي كده لازم زول يكون باحث اكثر، عارف عن تاريخ بلده، يمكن كمان بحاجات مختلفة على اساس انه يقدر يحقق التميز اللي انت عايزاه يعني. انا سودانية مولودة في السودان، أبنا عن جد، يمكن حبوبتنا الكبيرة تركيا، وبعد كده الوالدة الأستاذة أمال مينا الصحفية جديرة عن التعريف، طبعا ما حاجة أتكلم عنها كثير، هي من الصحفيات السودانيات، وأنا تربيت على المبادئ بتاعتها بنفس الأسلوب يعني على حب البلد والتراث. ده حاجة مهمة جدا يعني، حتى حاجاتنا في البيت من زمن حبوبتي الحق قاعد والفندق
وبنعمل لغايه حصه جبنه في البيت بالشرغرغ وبنقل البن يعني. العادات دي اصلا متوارثه متوارثه في البيت يعني. ما بغض النظر اذا كنا احنا اقباط او كده، لكن في النهايه احنا مولودين في البلد دي ودي بلدنا. كبرتوا يعني على الثقافه دي. اي اكيد. بالنسبة للأزياء نرجع لها، أنا ياهو بس ده كان الحاجة الوحيدة كنت بعملها برا السودان. الجوائز العالمية اللي أخذتها كانت في مجال التصفيف في سرعة اليد، أخذت المقص الذهبي أكثر من 35 مرة. انا قاعده من انسانه متكامله من الفنون كده يعني. قلنا الجمال الله يديك الصحه. نفس الحكايه الريشة الذهبية 45 مره. الريشة الذهبية هي سرعه اليد في الميك اب. والمقص الذهبي ما بين التصفيف للشعر وما بين قصات الشعر اللي هي بتبتكريها في نفس الساعه، لان احنا المودلز اللي بيجوا ما بنكون شفناهم قبل كده، اول مره في حياتنا بنقابلهم. تصميم الازياء اشتغلت اول ما جيت من المانيا، اشتغلت اول عرض ازياء. كنت بكافح فتره طويله انه انا اعمل عرض ازياء، لكن كان في مشاكل كثيره بتصادفني. شنو ممكن تكون المشاكل اللي هي واجهتك عشان ما تقدر؟ اول حاجه التمويل، لانه عرض ازياء بمفهوم عرض الازياء فيه رانوي، فيه خدمات، فيه اودينس وكذا، ده محتاج لميزانيه كبيره جدا جدا. فكان صعب بالنسبة لي، لكن ساهمت خلال في 2004 2005 في الشهر اللي بيعملوه المركز الثقافي الفرنسي احتفالا بالمرأة العالمي. أخذت شهر كامل سوليد شو. يوم الافتتاح كان في عرض أزياء في مفهوم عرض الأزياء احنا بنسميه الميوزيوم. وده هو عبارة عن عارضين عددهم بسيط بيتمشوا في حيز صغير ما كبير. بمجرد ما بتخلص الموديل من اللفة حقتها بتمشي بتجيف وسط الملابس المعلقة زيها زي التمثال واحد في حركة معينة. النوع ده من عروض الأزياء دائما بيستعمل في أماكن ضيقة او داخل الاتيليه نفسه بتاع نقدر نقول ده المتاح يمكن حتى الان. طيب احنا عايزين نعرف انه طريق الازياء اللي هي التاريخيه اللي انت مثلا طلعت الممالك القديمه زمن المهديه الحارات دي كلها على اساس انه تعكس بيها الثقافه السودانيه والتراث السوداني وكمان تظهر الحضاره او السياحه السودانيه. طبعا هو ده هدف من الاهداف بتاعتي، انه انا يوما ما ان شاء الله يكون في القريب انه انا حابه اعكس المفهوم بتاع السياحه. السياحه كيف تقوم على عروض الازياء. كمثال بسيط، كان من فتره كان في عرض ازياء اتعمل في معبد الاقصر في مصر، حنشاهده ان شاء الله بعد قليل. والحاجه دي كيف فتحت المجال للسياحه، وكيف خلت مكان في قمه الروعه والجمال وله قيمة تاريخية، يمكن بتوصل كمان قيم أسرع كمان. قيم أسرع. وبعدين كان أصلاً عرض الأزياء ما حكر على المصريين فقط، بالعكس ده كان فيه فرنسيين وكان فيه ألمان وكان فيه كويتيين، وحتى الست نفسها اللي رعت الحاجة دي واحدة من الكويت. فتخيلي قدر شنو الحاجة دي بتبرز جمال البلد، بتشجع كمان على السياحة، وبتخلي الناس ينظروا للبلد بمنظور آخر. خصوصا في المرحلة الجاية احنا في السودان مش بس محتاجين ان احنا نبرز ثقافتنا والسياحة عندنا، احنا عندنا اماكن مكملة للثقافة والحضارة الفرعونية الموجودة في مصر. يعني ما بنقدر نقول معبد الأقصر من غير ما نتذكر معبد الأسد في السودان. ما بنقدر نقول كرمة من غير ما نتذكر الأهرامات في مصر والبجراوية وجبر البركل. فده جزء من تراثنا وجزء من حضارتنا وأصلنا وتاريخنا، احنا مفروض نفتخر به، مش عشان هو في جزء من الصحراء يعني احنا بنهمله او بنتناساه. يعني فاحنا نحيي، يمكن نقول نحييه باسلوب او باخر. ممكن نقدم عروض ازياء بتعكس الحضاره النوبيه وبتعكس كمان الثقافه السودانيه الاصيله الموجوده فينا. احنا ما لازم نكون لابسين توب عشان احنا نقول التوب السوداني. التوب السوداني هو التوب السوداني. النقوش، يعني في ناس بيقول لك تصاميم بتاع التوب،
هو ما تصميم، هو التوب، هو التوب 4 متر بتلفيه بنفس الطريقة ما بيتغير. النقوش هي اللي بتتغير. فتحاولي تفهمي الناس، ما في زول بيقدر يفهمي. شخصية واحدة بس مصممة أزياء كانت سودانية، عملت التوب السوداني هدية للسيدة أم كلثوم. معليش بس أنا ما بذكر اسمها. الزولة دي أنا شفت الديزاين بتاعها، حاولت انه انا ابتكر فيه حاجه جديده، لقيت على انه قدر ما تقلبي بتعدلي فيه وهو تصميم واحد. ما عندك طريقه تغيري فيه. وصعب انك تقلديه لانه عند ده اسمها هي يعني وصعب يعني. طيب انا لسه مستمره معاكي، بس خلينا نشوف ملامح عن العرض اللي كان في مدينه الاقصر، نرجع ثاني طوال. صار يمكن حاجات مختلفة، كان في الألوان نفسها بتاعت الأزياء هي حاجة يمكن تكون جاذبة، في اللون الأصفر، اللون أوف وايت، أي كل هذه هي تقريبا العرض اللي احنا شفناه ده بتاع واحد من المصممين المصريين. يا سلام. بيعكس الحضارة الفرعونية، بيعكس بشكل جاذب، يمكن بشكل مختلف. بشكل مختلف، فيه جزء من التقليدية في بعض الملابس. وكان كان تميزه وجماله في انه العرض يعني في وحي من الحضارة حقتهم بيعكسوها للعالمية. شوفي عدد الناس اللي كم تواجد. تواجدوا، رغم انه على فكرة العرض ده ما كان فيه مصممين ازياء عالميين، لكن عمرك ما هتنسيه. يا سلام. عمرك يا ما هتنسي اسم الشخص لو ذكر قدامك في اثناء العرض. حلو. عمرك ما هتنسيه. طبعا عايزه انقلك لي سؤال اخير، ان احنا كيف نقدر ننقل تراثنا اللي هو السوداني بنظره مختلفه؟ كويس. ده اتعكس على جزء كبير من الشغل بتاعي. اول حاجه ده ممكن اكسسوارات كمان. اكسسوار ده على فكره من الحضاره النوبيه حقتنا، لكن الاصل بتاعه ده خشب. الأصل بتاعه بيكون معمول من الرخام. أيوه. وده واحد من نقول التحف النوبية اللي أنا حبيت بس أنقله زي ما هو لجماله وبساطته في نفس الوقت. إحنا عندنا على فكرة في بلدنا أحجار كثيرة، وعندنا زي العاج والهاماتايت وكثير من الأحجار الكريمة الموجودة اللي إحنا ممكن نستفيد منها. أما بالنسبة للأزياء فأنا عكست جزء كبير منها. هو في الحضارة المهدية ولا؟ أي ده الحضارة المهدية. حبيت أخدها على شكل تي شيرت ممكن الرجال يلبسوه، وعملت منها على فكرة نسخ كثيرة وأشكال كثيرة. ده حاجات من السلطنة الزرقاء. والقماش اللي بتستخدميه هو نفس الدمورية اللي كان بس أيام المهدية؟ بستعمل الدمورية. لا بستعمل الدمورية، لكن الرقع أو الإضافات اللي بتتم الإضافات بتتم بيكون بألوان مختلفة. بستعمل تاني قماش اسمه القنجة. قماش القنجة طبعا الفستان ده على فكرة موجود معانا هنا. يا سلام. ده أساسا ده اللي أنا هاخده ولا ذاك التاني؟ طوال ما يغلى عليكي. الفستان ده أساسا بيلبسوه النوبيات لما يكونوا ماشيين النيل لتقديم القرابين. بس طبعا أنا غيرت فيه كتير إضافات فوق شبك حتى ده ما شبك، ده قماش اسمه القنجة. هو مغزول يدويا معمول من القطن. وجمال الفستان ده في انه هو محتفظ بجزئية مهمة جدا جدا عند الفراعنة، اللي هي الجزئية الفرنوزي بنسميها المثلثية الفرعونية او الخرطوشة، اللي هي المفروض بيتكتب فيها اسم
الملك أو اللي هي الملكة. ما يمكن نقدر نقول ما بيكمل تصنيف فرعوني إلا هي تكون متواجدة. تكون متواجدة. أنا شاكرة لك جدا وجودك معنا، وإن شاء الله لسه كان موعودين. إحنا تكلمنا عن الحضارة السودانية وإن إحنا كيف قدرتي تعمل عليها إضافات، ما حنكمل طبعا في زمن قليل، لكن إن شاء الله موعودين كمان معاكي لقدام في حلقات مختلفة وكمان متميزة، حنقدر نشوف تصاميم أكثر وبأسلوب مختلف. شكرا لك جدا واتمنى لك التوفيق. الله يخليك، تسلم كثير. الله يخليك، شكرا لك. بكده تكون انتهت فقرة كذا راي، هنطلع فقرة فوتوغرافيا ومن ثم نعود.